اختتمت فعاليات الملتقى المصري الياباني الثقافي العلمي الذي نظمته جامعة أسيوط بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة. وأقيم الملتقى بمشاركة وفد السفارة اليابانية والمؤسسة اليابانية بالقاهرة ومؤسسة الجايكا. وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي على سعي الجامعة لنقل الخبرة والتجربة اليابانية داخل مصر من أجل تقوية الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا اليابانية. وأكد الوفد الياباني على تميز العلاقات الثنائية المصرية اليابانية متمنيا زيادة عدد الطلاب والباحثين المصريين الوافدين للدراسة في اليابان. النهاردة اليوم الثاني على التوالي امتداد لليوم المصري الياباني العلمي الثقافي. الفورم دي عندنا في جامعة أسيوط وهي معنية بتعاون ما بين جامعة أسيوط والجامعات اليابانية. احنا لينا عدة اتفاقيات مع الجامعات اليابانية. النهاردة في وجود الوفد الياباني وبحضور ممثل عن السفير الياباني بيتم عقد عدة مناقشات، والهدف منها عرض المنح اليابانية لطلابنا طلاب الدراسات العليا أو الباحثين عشان يلتحقوا بمنح يابانية. طبعا ده بيأتي في دور تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي بين الجامعات المصرية وعلى الوجه الخصوص جامعة أسيوط والمنح اليابانية المقدمة للجامعات اليابانية. والنهاردة عاملين برضو لليوم الثاني الملتقى العلمي الثقافي زي ما قلت حضرتك، وده هدفه تعظيم دور التعاون الدولي بيننا وبين الجامعات اليابانية. بنوقع بروتوكول مع جامعة أسيوط في إطار تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الإشعار من بعد، ودي أحد التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الهيئة والتي تساعد فيها جامعة أسيوط على بناء الكوادر البشرية والمقومات البشرية في تكنولوجيا الفضاء وفي تطبيقات الإشعار من بعد، وكيفية استخدام التحول الرقمي والمعلومات من الأقمار الصناعية في خطط التنمية وفي مساعدة المجتمع وفي تنفيذ مشروعات ومبادرات رئاسية. قدمت امبارح برزنتيشن بتاعتي عشان اقدم واقدم عن مؤسسة اليابان بالقاهرة. مؤسسة اليابان تعمل كثيرا من البرنامج عشان لتعزيز علاقة بين مصر واليابان، وتحدثنا مع أساتذة هنا في جامعة أسيوط كيفية تعاون أكثر في برامج تبادل ثقافية، وإن شاء الله إحنا هنعمل إيفنتات كتير أكثر من الآن في هنا في أسيوط إن شاء الله.